فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. يقول: نسمع كثيرا من الناس يضربون لله الأمثال ثم يقولون: ولله المثل الأعلى. يقول: هل هذا جائز؟ وش مثل اللي يضربون لله الأمثال؟ هذا ما يجوز يضرب لله الأمثال، لأن الله نهى عنه، وهو الشبيه والنظير، هذا ما يجوز. لكن تأتي بمثال تقريبي، تأتي بمثال تقريبي وتقول لله المثل الأعلى. الله جل وعلا ضرب لهذا مثل تقريبي في قوله تعالى لما قال المشركون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله ضرب لهم مثلا، فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. فالله جل وعلا ضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل عبيدهم يشاركونهم؟ لماذا تقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تجعلون من عبيد الله من يشارك الله عز وجل، وأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن يشارككم مماليككم وعبيدكم في أموالكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا في مثال العقول، وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.